السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى كما العاده انكم تكونوا بألف خير. اليوم الثاني توا بغيت نتقاسموا معكم فاش كنت في مدينه اصيله، فقلنا النهار الثاني اننا نمشيو لمدينه العريش، لان مدينه العريش هي اللي فيها مرجان، وكانت خاصني يعني نتقدى شحال من حاجه بما اننا غنجلسوا يعني تقريبا اسبوع، فكان ضروري انني نتقدى شحال من حاجه خاصاني. كيف ما كتشوفوا فمرجان متواجد يعني في الدخله ديال العريش، يعني تقريبا احنا ملي كنا يعني غاديين للعريش مشينا في الطريق ديال لوطوروت، مشيناش في الطريق العاديه باش يعني نستغلوا شويه الوقت، لان كنا بغينا نتغداو تما، نتقدم تما ونتغداو تما ونتبحروا تما. يعني دابا بغينا نهار نقضيو في المدينه ديال العريش، هي ما بعيداش على اصيله بزاف، يعني تقريبا 40 كيلومتر، وفي لوطوروت يعني كتجيك يعني ساهله. المهم دخلنا المرجان، تقدينا هذاك الشيء اللي خاصنا، راكم عارفين ساني كروا جافيل، شويه ديال الخبز، شويه ديال التيبان، الزيت، السكر، المهم داك الشيء اللي خاصك تقريبا المده ديال اسبوع. وتوجهنا يعني بغينا نكتشفوا يعني المدينه، بغينا نوريكم يعني غتشوفوا معايا هنايا الطريق ديال المرسى، البلاصه اللي بغيتو تتغداو منها، البلاصه اللي بغيتو مثلا تغداو فيها. فريمون اللي عجبني في هذه المدينه يعني الحوت، عندهم لا كاليتي ديال الحوت زوينه 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 بزاف. واخا الثمن بحال دابا مثلا السردين جاني شويه غالي مثلا مقارنه مع كازا، مثلا الثمن ديال السردين خديناه ب 30 درهم، ولكن اش غنقول لكم البنات، السردين رائع. احنا ما خديناش كيلو، خدينا نص كيلو ديال السردين. المهم انا قبل ما يعني نبدا معكم في لي ديتاي، هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي المرسى، هذه البلاصه هذه هي المرسى. المهم راه كانت عامره، انا ما كنت كاين الناس اللي كيجلسوا كيدخلوا المرسى، باغا تلقاهم مكتوبه دابا ميناء العرائش، كياخذوا منه الحوت وكيمشيو، كاينين تما صحاب الشوايه كيشويو عندهم، اولا تما يعني تما كتجلسي كيكون عندهم كل شيء، كتاخدي كدوموندي اللي بغيتي، وكاين تما تقريبا البحر، الناس اللي بغاو يتبحروا يعني كل شيء يكون في هذه البلاصه. حنا حيت كنا بغينا نتقداو مازال كان خاصني الخضره وكان خاصني الديسير، قررت انا نزيد شويه القدام، عندهم واحد السوق انتم غتشوفوا معايا، كتفوتي لاكوت يعني تقريبا كاين في الطريق ديال لاكوت، فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هو هذا السوق. فاللي عجبني ان داك العام كانوا البائع يعني الناس مفرشين في الارض، وكانت شويه الزحام والدنيا يعني شويه مرونه. هذا العام في اغلبيه البائع المتجولين اللي كانوا مفرشين في الارض دخلوهم السوق الداخل، يعني عطاوهم بلايص في السوق الداخل، فكانت هذه القضيه يعني سهلات انك يعني تدور في السوق وانك تلقى فين تستاسيوني. هذا هو سوق السمك كي قلت لكم، كاين فيه بوزروك، بالنسبه للناس اللي غيتسالوا كي قلت لكم فبوزروك داير 70 درهم الكيلو، الميرنا حنا خدناه ب 65 درهم، خدنا كيلو ديال الصول ب 65 درهم، صول رائع وكبير، الميرنا تاهي 65 درهم، هو قال لنا 70 ولكن حنا زعما المهم تاوينا معاه خدناها ب 65. وبالنسبه للحوت، بالنسبه للسردين كي قلت لكم خدناه ب 30 درهم، وخدنا حنا نص كيلو وب 15 درهم. خدنا الميرن خارجين، كنا بغينا نتبحروا هنايا في البحر ديال العريش، ولكن كان يعني كان الزحام بزاف، وقلنا علاش لا تنوصلوا لاصيله، وفي اصيله ايضا ما تبحرناش فيها، يعني خرجنا شويه على اصيله. انا شخصيا كنفضل ان يعني الناس اللي يكون عندهم يعني الطوموبيل، يعني ما عندهمش مشكله ملي تكون عندك يعني الطوموبيل، دائما المدينه اللي كتكون فيها تخرج عليها شويه على البحر، فريمون يعني في النواحي ديال المدينه اللي يعني في المدن الساحليه، النواحي ديالها كيكون فيهم البحر احسن واحسن، يعني تيكون نقي، تيكون الناس فيه قلال، ما تيكونش فيه الزحام، وكتاخذ راحتك اكثر. يعني الدراري كيبغوا يلعبوا كره، كيبغيو ظروفه فريمون كيكون احسن. هنا كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو يعني الميناء، كيف ما كتشوفوا الناس فيه صحاب تاو، فيه صحاب الشوايه، فيه كل شيء، يعني غير الا الناس اللي يعني اللي مهتمين ملي توصلوا للعرايش، من حدا الميناء ديال العرايش راه كيبداو صحاب الشوايات والناس اللي كيبيعوا الحوت، وانتم طالعين يعني. واللي عجبني فيهم ثاني الخضر والفواكه، عندهم واحد الجوده عاليه بزاف، فتقدينا كل شيء من تما وجبناه معنا لمدينه اصيله. هنا واحد الدويره يعني في البور ديال العرايش، كيف ما كتشوف واحد الدويره اللي ضربناها تما في البور يعني ديال العرايش، وهكا يعني خدينا يعني صور تذكاريه وتفججنا شويه. فهذه هي الخرجه هنايا، كاينين الناس ديال الفخار، الناس اللي كيبيعوا داك الشيء ديال البطيخ، ديال الفلاح، كل شيء اللي بغيتو. هنا بغيت نذكر يعني بزاف ديال المتابعين اللي كيلقاو يعني صعوبه فاش انهم يعرفوا الاتجاه، او لي يعني مثلا بلاصه مثلا ما عرفوش فين كاين، يستخدموا هاد لوبسيون ديال واحد لابليكاسيون ديال لويز، تيليشارجيوها في التليفونات ديالكم، فريمون كتسهل عليكم الماموريه بزاف بزاف، سواء كنتو في الطريق العاديه او في الاولى في الطريق ديال لوطوروت. كيف لكم حنا فاش كنا جايين
جينا في لوطوروت وملي كنا راجعين بغينا نتفجو شويه بغينا نتفجو شويه، جينا في الطريق العاديه. قلت لكم هاد لابليكاسيون ديال لويز حسن بزاف 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 من الجي بي اس، زوينه بزاف، انت تقدر تامبليكا فيها. يعني مثلا الا كانت لومبوتياج يقول لك راه كاينه لومبوتياج، كاين الا كان الرادار تيقول لك راه كاين الرادار، يعني كيعاونك بزاف وكتكون يعني انت امبليكي فيها. يعني ملي كتلقى شي طريق عامره كتقول انت للناس راه الطريق راه هي عامره. المهم هنا ملي كملنا يعني وصلنا الأصيلة كملنا الطريق ديالنا، خرجنا شويه على أصيلة ماشي بزاف وتبحرنا واحد شويه هكا الوليدات، يعني تبحروا وتبردوا شويه مع يعني فريمون كان داك النهار يعني الحال مزموت. هذا البحر قلت لكم خارج شويه على أصيلة حتى هو كان زوين بزاف، قلت لكم ما حدكم كتخرجوا من أصيلة وانتم غاديين، وهما البحور رائعين ومن اهم البحور اللي كاينين، كاين بحر ديال البريج، بحر ديال الرميلات رائعين بزاف. انا غنحاول انني الا مشيت لهم ان شاء الله نصورهم لكم باش انتم تكتشفوهم. مهم البنات كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي تابونا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. كنتسنى التعليق ديالكم، لايك ديالكم والاقتراحات ديالكم، وغنقول لكم سلامه وعطله صيفيه ممتعه.